حتى قلت في يعني عفوا للإطالة، ولكن قلت في الأول أنت عارف مين اللي بينتقد، مين يا أستاذ حسن؟ اللي بيكرهه محمد صلاح بلا سبب. مين ممكن يكون بيكره محمد صلاح بلا سبب؟ كلنا ناس بنحبه. كتير، ناس كتير ما بتحبش محمد صلاح، يمكن لمواقف سياسية، لمواقف وطنية، لمواقف أي مواقف يعني، لكن في ناس طبعا بتنتقد محمد صلاح عشان الكرة وعشان الأداء الفني لمحمد صلاح في الملعب. أنا انتقدت محمد صلاح لما يبقى وحش لازم نقول إن هو وحش، لكن ما نقولش إن محمد صلاح ده ما بيهرب ومش عارف ايه الكلام لا، ما اللي طلع ان هو في اصابه والاصابه محتاجه وقته. لا هو كان مصاب بالدقيقه 26 من المباراه بتاعت غانا، واستحمل لغايه الدقيقه 45 عشان بس يعني الناس بتقولش ان هو بيهرب ليه؟ يعني المسائل دي مش على كده بالاتهامات تترمي وخلاص، ما ينفعش. محمد صلاح واحد من احسن لعيب جه في تاريخ طبعا مصر، طبعا، لعيب محترف، لعيب قيم جدا، لعيب من احسن 5 لعيبه في العالم. مش معقول ابدا، انا ما اعتقدش ان صلاح يهرب ابدا من منتخب مصر. ومنتخب مصر مش محمد صلاح لوحده. شكرا استاذ حسن المستكاوي.